نعمل لكم حاجات كده ان شاء الله رمضانيه تعجبكم، ويا رب نكون دايما عند حسن ظن حضراتكم، وبنكون بنقدم لكم في رمضان حاجات حلوه تعجبكم وجديده. اول حاجه النهارده هنعمل مشروب فيه عنصرين حلوين قوي، فيه عنصر التمر وكمان الزبادي، فعشان كده هنقول المقادير. فين عايزين التلج لو سمحت، عشان ما كنا مخلينه بره عشان ما يفكش. عندي نص كيلو من التمر الطري، بس انا نقعته في كوبايه ميه هتلاقوه بايش خالص اهو. وكمان عندنا كوبايتين زبادي او علبتين زبادي وكوبايتين لبن وكوبايه تلج ونص كوبايه عسل ابيض. هو احنا ممكن نستغنى عن العسل الابيض؟ اه ممكن نستغنى عن العسل الابيض خالص. ليه؟ لان انا التمر فيه سكر. هقول تاني المقادير: نص كيلو من التمر المنقوع وكوبايتين لبن وعلبتين زبادي وكوبايه تلج ونص كوبايه عسل ابيض، عشان يبقى غذاء صحي كده جميل وان شاء الله تستمتعوا بيه ساعه الفطار. هناخد كده وادي التلج، نرفع الغطا ونحط اول حاجه التمر، نقعينه من بالليل، تمر طري نقعينه من بالليل في شويه ميه، وعليه التلج وعليه علبتين الزبادي، وبعدين عليه اللبن. والعسل ده بقى زي ما بقول لكم اختياري، عايزين عسل ماشي، مش عايزين يعني انا ايه يعني بصراحه حاسس ان خساره ما نستفادش بكميه السكر الموجوده وما نزودش السكريات اكتر، عشان خاطر احنا مش عايزين نتخن يعني. فانا حطيت شويه عسل صغيرين ونضرب. يبقى احنا حطينا التمر الطري المنقوع وحطينا عليه زي ما انتم شايفين التلج والزبادي واللبن والعسل، ونجيب الكوبايات كالعاده عشان نغرف او نصب فيها. خلاص كده نرفع بسم الله الرحمن الرحيم الاول، ونفضي كده سريعا من هنا بسم الله. طبعا في حنفيه بس احنا عشان ايه مستعجلين شويه فبنفضي كده على طول. ده شكله شايفين الى جانب القيمه الغذائيه اللي فيه، عارفين طبعا التمر او البلح قيمته الغذائيه عاليه جدا، وخصوصا مع الزبادي. بالهنا والشفا. ده المشروب بتاعنا.